أقول لك للمرة الألف نعم، لن أغير حاسوبي. هذا عليك استبداله. أنا أحب هذا الحاسوب. نعم لا أريد، ليس علي استبداله أبدا. لا يجب عليك أن تفرضي علي شيئا. هل فهمتي؟ إنني أحب جهاز الأحداث. قلت لك ستغيره. سأذهب للعب ألعاب. لقد سئمت من هذا الأمر كثيرا. لقد قلت لك أن جهازي أحدث جهاز في هذا العالم. ألست أنت حبيبي؟ ولماذا علي أن أغيره؟ يجب عليك تغييره، أفهمت؟ أنا فتاة متطورة، يجب أن تكون لديك تكنولوجيا حديثة جدا. لقد سئمت منك، سأذهب للعب ألعاب الحاسوب. على الأقل قد أستمتع قليلا. هيا تفضل. سارة، لما تبكين؟ ما بك؟ أخبريني. أبكي لأنني لا أستطيع تحمل الشيء الذي تفعله فياليتا أبدا. أخبريني، ما الذي قامت بفعله مجددا؟ لقد كانت تفتخر مجددا بجهازها المحمول في الصف. وكم لديها ثروة كبيرة أيضا. هذا لا يهم أبدا، في النهاية أنت أيضا تملكين جهازا جديد، فلا داعي للغضب. ماذا؟ أين؟ إنه هنا. هذا رائع ستيف، غير معقول، تبدو حقيقية حقا. أجل، أعرف ذلك، لقد استغرق صنعهم الليلة كلها. شكرا، سوف أكون الأروع في المدرسة كلها بعد الآن. هيا لنذهب بسرعة إلى الصف. يجب أن يرى الجميع أننا أيضا لدينا أجهزة محمولة جديدة. حسنا. هيا 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 هيا. لا، هذا يثير غضبي جدا. أليكس، فيوليتا طلبت مني أن أخبرك شيئا. هذا يكفي، إن هذه الخسارة بالتأكيد كانت النهاية. من الواضح أنني أتيت في توقيت خاطئ. لقد انتهينا من لوحة المفاتيح السيئة هذه. مرحبا صوفي. مرحبا، أرى أنك مشغول جدا الآن. لا لست كذلك، ماذا تريدين مني؟ فيوليتا طلبت مني أن أخبرك بأنه طالما لم تشتري جهازا جديدا فهي لن تعود للتكلم معك نهائيا. هذا كل شيء؟ لقد ظننت أنه أمر أكثر أهمية. لقد أخبرتك بكل المعلومات التي قالتها لي، وداعا. بالمناسبة، بالفعل ليس لدي جهاز حاسوب قديم. لقد وجدت فكرة رائعة، علي أن أجربها. لا فيوليتا، لا يجب عليك أن تكوني بهذه السلبية. لا أستطيع، بعد أن خرج أليكس لقد ساء مزاجي جدا. مرحبا جميعا. أتوا الفقراء مجددا. على الأقل من الممكن أن يعدلوا حالتنا النفسية. هل أسأت الفهم أم أن أحدهم نعتنا بالفقراء؟ أنتم في الحقيقة فقراء، لا تملكون جهازا محمولا. ما هذا الشيء إذن؟ ولدي نفس الجهاز أيضا. سارة، ما هذا؟ اصنعيه من الورق أيضا. بالمناسبة، أنا من قمت بصنع هذه الأجهزة. لماذا تضحكان؟ إنها أجهزة طبيعية حقاً. لأن شكل هواتفكم غريب جداً. هذا جميل، لقد حالفنا الحظ أننا أقصد أنك غنية. في المناسبة، لقد تحسن مزاجي جداً. يبدو أنهما لم تتفاجأ من أجهزتنا. لا تقلقي من ذلك، هم فقط يحسدوننا. هل يوجد أحد ذكر الحسد؟ أليكس، لقد اشتريت. نعم، لقد كنت أفكر وفهمت أن فيوليتا كانت على حق بشأن ذلك. أرأيت؟ وأنت لم تكن تريد سماعي. ولكن يا أصدقاء، الآن لدي حاسوب محمول وأنا سعيد جدا بهذا الأمر. من الواضح أننا فقراء حقا بالمقارنة بهم. لا تهتمي بذلك، فنحن لدينا أفضل العلامات في المدرسة بالمقارنة معهم. بمناسبة هذا أليكس، أتذهب إلى الكافيتيريا؟ للاحتفال. الأمر بسيط. أيمكنني الذهاب معكم؟ لا صوفي، في هذه المرة فقط أنا وأليكس. سارة، أتودين الذهاب لنأكل سوية؟ بكل سرور. لم أعد أستطيع الصبر، سأتذوق هذه الحلوى من أجل الهاتف. أظن أن بالنسبة لسعرهم يجب أن يكون طعمهم لذيذ جدا. أجل. إن طعمهم مثالي حقا.
في الحقيقة أرتبك قليلاً من الطعم الجديد. إيه سارة، أيمكنك أن تتوقعي ما الذي حضرته لك؟ أنا لا أعلم أبداً، في الحقيقة أنا أيضاً أريد شيئاً من طعام الجهاز. سارة هذه تظن أنها تستطيع أن تجرب إطعام الجهاز المحمول أيضاً. لا تستطيع هذا، إنه غالي جداً. انتظري قليلاً، وهذه تفاحة. تباً، لقد فكرت حقاً أن هذا طعام الجهاز المحمول. والآن ما رأيك بهذا؟ أرأيت كيف فعل هذا؟ لقد كان هذا مضحك جداً. ستيف، أنت حقاً مبدع جداً، شكراً جزيلاً لك. هاي أيها الفقراء، ألم تكفيكم النقود على هذا؟ هاي، ألا ترين؟ إن هذه تفاحة أيضاً. نعم، نعم. اصمتوا، أنتم لا تفهمون شيئاً، أغبياء. أوه، ادخلي. إلا أين أتيت بي الآن؟ ألا تعلمين؟ إنه متجر ثياب الجهاز المحمول. حقاً، إنه رائع جداً. هيا لنذهب ونختار بسرعة. لنذهب. أوه، انظري، إنه ثوب رائع. أها، أتظنين أن هذا سوف يناسبني؟ أجل جداً. رائع، يمكنني الآن أن أتخيل وجه أليكس عندما يراني وأنا أرتدي هذا الثوب. متأكدة أنه سيكون سعيداً. وليس غالي الثمن، فقط 10,000 دولار. أوه، رخيص جداً. أظن أنه يجب علي أن أختار شيئاً أغلى من هذا. لا. ما رأيك بهذا؟ لا، أنا غاضبة، غاضبة. سارة اهدئي، وما علاقتي أنا؟ أخبريني ما الذي حصل؟ ولما أنت غاضبة هكذا الآن؟ فياليتا كانت من قبل مثلنا كلنا، كيف أصبحت هكذا؟ أجل، أتذكر أنه كان بالإمكان التحدث معها. نعم، والآن أصبحت شخصاً مقرفاً بشكل لا يطاق أبداً. أجل، لدي فضول أن أعرف من أين ظهرت هذه الأموال لديهم فجأة. بالضبط، كأنهم سقطوا عليها من السماء بشكل مفاجئ. انتظر يا سارة، لدي فكرة. ما هي؟ أليكس، رغم أنه صديق فيوليتا، لكن من الممكن التحدث معه، فهو مختلف عنها. نعم، ولكن لما تخبرني بهذا الأمر الآن؟ لأني سوف أسأله من أين أتت فيوليتا بكل هذه الأموال. بالفعل، حقا أنا لدي حبيب رائع جدا جدا. نعم، فيوليتا كانت محقة. الحاسب المحمول الجديد أفضل من الحاسب المحمول القديم. مرحبا أليكس. أوه، مرحبا ستيف، أتريد شيئا ما؟ نعم، باختصار لدي سؤال واحد لك. تكلم، أظن أن فيوليتا ليست هنا الآن، لذا بإمكاننا التحدث بهدوء. هل أخبرتني من أين كل هذه الأموال لدى فيوليتا؟ يعني هذا الأمر يثير فضولك. أجل، بالطبع، أخبرني الآن من فضلك يا أليكس. في الحقيقة أنا أيضاً لا أعرف الجواب. كيف هذا؟ أليست فيوليتا حبيبتك؟ أتفهم هذا، لكنني سألتها كثيراً وهي لم تخبرني بهذا الأمر. هكذا إذن. لا بأس، إنها تقوم بإعطاء النقود دائماً، وفي الحقيقة أنا لا أريد شيئاً أكثر من هذا. حسناً، أنا سأغادر. بالتوفيق. يا لك من كسول. والآن أنا لدي أيضاً حاسب محمول، بالحقيقة إنه من الكرتون ولكن لا بأس. صوفي، أين أنت؟ صوفي. صوفي ليست هنا، أتمنى ألا تبحثي عنها في هذا المكان أبداً. أين ذهبت هذه الآن؟ ما هذا؟ إنه حاسوب محمول مزيف. ماذا أيتها الحسودة؟ إنه حاسب محمول من الكرتون. ماذا؟ أهناك ما لا يعجبك؟ نعم، هذا أفضل بكثير من الجهاز المحمول الكرتون. أعترف لك سارة، حقا إنك فعلت المستحيل. من الأفضل لك أن تصمتي. يا إلهي، متى أصبحت بهذه الشجاعة؟ لماذا تقومين بالاستهزاء بي دوما؟ قولي لي، ماذا فعلت لك؟ ها؟ أنت فقيرة فقط، ويمكنني أن أستهزئ بالجميع كما أريد. أنت لا تستطيعين. لا، جميع الناس في مستوى واحد بغض النظر عن أموالهم. أنت فقط من تفكر هكذا لأنك فقيرة، أنا لا. وماذا؟ لا أريد أن أتحدث معك أبداً، لقد سئمت من هذا. هكذا هي دوماً، تأتي فقط لتقوم بالاستهزاء بي.
من المريح التمرن على آلات من أحدث الشركات. أجل، حان الوقت الآن للقيام بالتمارين. أوه، مرحباً ستيف، ما الذي تفعله هنا؟ لقد أتيت لأقوم بممارسة التمارين الرياضية. مهلاً، ما هذه الآلة؟ هذه آلات رياضية جديدة، فيوليتا اشترتهم. هذا رائع. ستيف، قم بالتوقف بسرعة. ما بك يا أليكس؟ إذا رأت فيوليتا أنني قمت بالسماح لك باستخدام هذه الآلة، سأقع بورطة كبيرة جداً ولن ترحمني عندها. أنت تخاف من أنها ستتوقف عن إعطائك المال، أليس كذلك؟ ليس مهماً، لا يوجد داعٍ لاستخدامه، هل فهمت ذلك؟ حسناً أليكس، يا لك من صديق جيد. افهمني، أنا لا أقصد ذلك. دعك من هذا، أنا أفهمك جيداً. أظن أن أحدهم قادم الآن. مرحباً أليكس. تفضلي حبيبتي، ادخلي، سنمارس الرياضة سوية. غير معقول، أليكس الجبان. أتمنى في غيابي لم يستخدم أحد هذه الآلات الجديدة والحديثة. طبعاً لا، لا أحد استخدمها. إذن لماذا؟ تفوح منهم رائحة الفقر. فقط ستيف مر بجانبهم، لا تهتمي لذلك الأمر. حسناً. أجل، هذا ما حصل. حسناً، علي الذهاب. أجل، بالطبع يا حبيبتي، اذهبي بالتوفيق. لا تدع أحداً يستخدم أو يقترب من الآلات الرياضية الحديثة الخاصة بي. بالطبع، بالطبع. هاي، هل قلت شيئاً مضحكاً للتو؟ بالطبع، حبيبتي اذهبي. أيها الجبان. وأنت أيضا. لقد تعبت من القيام بالتنظيف بهذه المكنسة. لدي فكرة جديدة ومريحة. فيوليتا، أنا هنا، أنا هنا، لماذا تصرخين؟ لقد تعبت من القيام بالتنظيف بالمكنسة والمجرفة العادية. وماذا؟ كنت أفكر بفكرة جديدة، هل بإمكانك أن تضيفي لي نقوداً لأشتري مكنسة كهربائية؟ بالطبع، إن هذا الأمر سوف يكون مريحاً أكثر بالنسبة لك. أوه، شكراً جزيلاً لك. يمكنني الآن أن أقوم بالتنظيف بشكل أسرع. لو كنت مكانها لقمت بتوظيف خادمة للتنظيف. قل لي يا ستيف، هيا، كيف بإمكاننا أن نصبح أغنياء مثل فيوليتا؟ لا أعلم، وخاصة أنها لا تخبرنا كيف حصلت على كل هذه النقود. أتظن أنها قامت بالسرقة؟ هذا ممكن. كيف نبدو يا صوفي؟ مظهرنا رائع أم رائع جداً؟ على الأرجح الخيار الثاني. 100%. ستيف، انظر إليهما، تبدوان رائعتان حقاً. أجل، أنت محقة، تبدوان جميلتان حقاً. ماذا قلت؟ هيا أعد. سارة، لا يجب عليك أن تقومي بالصراخ على حبيبك. إنها ردة فعلاً طبيعية على ملابسنا. قولا، من أين حصلتما عليها؟ ما الذي سيتغير لديك؟ على كل حال لا تستطيعين شراءها. خمني كم هو ثمنها. هل لي أن أعلم كم كلفتكم هذه الفساتين يا فتيات؟ كنت قلت لك ذلك، لكنك لا تعرف كل هذه الأرقام بعد. هاي ستيف، ليس لديهما الحق في القيام بالاستهزاء بنا أبداً. أجل، هذا صحيح. أنت وأنت. هيا هيا، لكن انتبه ألا تختنق. أنتما فتاتان سيئتان جداً. أنتما تستحقان هذا الشيء. حقا، أنتم مضحكون جدا. كنت أرغب بأن أضحك عليكم أكثر من هذا، لكن يجب علي أن أذهب للقاء أليكس. وداعا أيتها المغرورة. هذا لذيذ جدا. منذ زمن لم آكل معكرونة سريعة التحضير. مرحبا أليكس. ماذا؟ مرحبا. لما تنظرين إلي بشكل غريب هكذا؟ ما
هذا الذي تأكله؟ إنها معكرونة سريعة التحضير، إنها المفضلة لدي. كيف تتجرأ أن تأكل هذا الشيء؟ وماذا في هذا؟ لا أستطيع أن أكل طعاماً عادي. طبعاً لا، فأنا أعطيك نقوداً لطعام أكثر غلاء من هذا. معدتي تؤلمني منه. هيا ارمي هذه القذارة بسرعة. لا، سوف أكل ما يعجبني. إذن ماذا؟ إذن سوف نفترق نهائياً، هل فهمت؟ فهم، لا أهتم لهذا الأمر. انصرف من هنا، لا يمكنني رؤيتك أكثر من ذلك. سوف أذهب، ليس فقط لأنك قلت هذا الأمر، بل لأنني أنا أريد هذا. أنت تثير غضبي. يظن بأنني سوف أعاني من دونه. طبعا لا، أنا لست بحاجته نهائيا. صوفي. ماذا أليكس؟ لما أنت في غرفتي؟ ماذا نسيتي؟ لقد أردت أن أقوم بتنظيفها. لقد اشترت لي فيوليتا مكنسة كهربائية جديدة. أصمتي، لا تذكري هذا الاسم في غرفتي مرة أخرى أبداً. لماذا؟ تشاجرتم مجدداً أليس كذلك؟ لم نتشاجر فقط، لقد تركنا بعضنا. ماذا؟ هذا لا يمكن. بالطبع هذا ممكن. تصوري أنها تمنعني من أكل وجبتي المفضلة، هل هذا معقول؟ هذا سيء جدا. نعم، وبالمناسبة لما ما زلت هنا؟ لم أقم بإكمال التنظيف بعد. لا داعي لتنظيف شيء، فقط انصرفي هيا. أجل، كما تريد. هاي، اتركي هذه المكنسة، سوف تلزمني فيما بعد. هذا غير ممكن أبدا، هذه المكنسة غالية جدا بالنسبة لي. بالطبع ستندم على صداقتها صوفي. هل علي الانتظار طويلاً لأرى المفاجأة التي وعدتني بها؟ لا، ليس كثيراً، فقد أوشكت على الانتهاء. لا أستطيع أن أتخيل ماذا تحضر لي، لم أعد أتحمل. ها هي جاهزة. ما هذا؟ هيا بسرعة. تفضلي، هذه هي هديتك. ما هذا ستيف؟ كيف يمكنك تحضير هذا الشاي؟ قل لي. إن لم تعجبك يمكنني أن أعيد تحضيرها بطريقة أفضل. أنت لا تفهم هذا الأمر، لقد تعبت كثيرا من كل هذا. كيف يمكن أن أرضيك؟ قولي لي ماذا أفعل. كل شيء لا يعجبني، الأجهزة المحمولة في كل مكان، والمحزن في الأمر أن كل الأجهزة المحمولة في حياتي غير حقيقية أبدا. ما الذي نستطيع فعله؟ فأنت تعلمين وضعنا. لا، لن يكون الوضع هكذا، ستحصل لي على جهاز محمول اليوم. كيف ذلك؟ فأنت تعرفين أنني لا أستطيع فعل هذا. هذا لا يهمني، أنا أريد جهازا محمولا وجديد. توقفي، لا تعجبني الطريقة التي تتحدثين بها معي يا سارة. من الآن سوف أتحدث كما أريد، وإذا لم تجلب لي جهازا محمولا جديدا سوف ماذا؟ أكملي. سوف نفترق، هل هذا واضح؟ واضح جدا. والآن اذهب وافعل ما قلته لك قبل قليل. لقد فهمت. هذا أفضل. مزعج، سأكلها. هذا مزعج حقا. صديقتي، لماذا أنت غاضبة هكذا؟ حقا لا تعلمين لماذا؟ طبعا لا، ماذا أعلم؟ لقد قمتما بالانفصال أنت وأليكس. نعم، لكن هذا لا يجب أن يعكر مزاجك أنت. أجل، لقد قام بالصراخ علي وأراد أن يأخذ مني المكنسة الكهربائية الجديدة. انتظري، من؟ أليكس. من الواضح أنه قام بفقد عقله حقا. بالمناسبة أنا لا أفهم، لماذا كنت تمنعينه من أن يتناول وجبته المفضلة؟ لأن وجبته المفضلة هي المعكرونة، وأنا لا يمكنني أن أتقبل ذلك أبداً. أجل، على هذه الحالة قريباً سوف تمنعيني من تناول وجباتي المفضلة أيضاً. بالمناسبة هذا وارد جداً. حسناً، دعينا من المزاح، لنذهب، سوف أريك شيئاً ما هناك. لنذهب. لقد وجدت شيئاً هناك. على الأقل لم تأخذ هذه الآلات، أظن أن دورهم لم يحن بعد، لتقوم بأخذهم. هاي أليكس، مرحبا. ولما أنت غاضب هكذا؟ لن تصدق، أنا وفيوليتا تركنا بعضنا. هل أنت جاد في ذلك؟ نعم، يمكنك الآن استخدام الآلات الرياضية الحديثة هذه كما يحلو لك يا ستيف. هذا رائع، شكرا جزيلا. بالمناسبة كيف الأحوال مع سارة؟ أظن أنكم رائعون. الأمور ليست كما تظن أبداً.
ماذا؟ ما الذي قد حدث لكم ولم تخبرني؟ أصبحت سارة فجأة من عشاق الأجهزة المحمولة الحديثة. أوه، أظن أنني أفهمك جيدا. انتظر، دعني أكمل كلامي يا أليكس. لقد تغيرت سارة كثيرا وقامت بتهديدي إن لم أجب لها هاتفا محمولا فستبتعد عني. حقا هذا؟ هذا ما حصل، وأنا الآن في حيرة من أمري. لا تقلق حيال هذا الأمر. وكيف تقول لي ألا أقلق؟ فأنا أحب سارة كثيرا. إذن خذ هذا، إنه جهازي الخاص. كم أنت مذهل يا أليكس، تعطيني هاتفك بكل هذه البساطة؟ لا أهتم لأمره، وخاصة أنني أعطيته لصديق مثلك. إن سارة سوف تكون سعيدة جدا. على الأقل ساعدت صديقي. إن ستيف مضحك. أين هو ستيف الآن؟ أظن أنه فعلاً يتوجب علي تركه. مرحباً سارة. مرحباً، ماذا حصل؟ هل سوف نفترق؟ هل تمهلت بقراراتك؟ ولماذا؟ تفضلي، جهاز حديث، هذا هو طلبك. تمهل؟ أنت تمزح، هذا حقيقي؟ أجل، بالطبع، إنه جهاز حقيقي. هل هذا الجهاز لأليكس؟ نعم، وما الخطأ في ذلك؟ كل شيء خاطئ، أردت هاتفاً مثل الذي تملكه فيوليتا وأفضل منه. لكن فيوليتا تملك أحدث جهاز على الإطلاق. وماذا؟ هذا لا يعنيني أبداً. أنا أفهمك، ولكني لن أستطيع أن أجلب لك أفضل من هذا. إذا كنت تظن ذلك فاذهب من وجهي حالاً. هيا هيا اذهب. حسناً إذن. مزعج، كيف تجرأ وأهداني جهازاً كهذا الجهاز؟ من الواضح أننا سنفترق عاجلاً أم آجلاً. صديقتي. أوه صوفي، ادخلي، يجب علي أن أريك شيئاً جديداً. لقد أثرت فضولي، هيا أرني. هذا مكياج حديث، أليس رائعاً؟ رائع حقاً، لم أعتقد أن هذا الشيء موجود فعلاً. بالطبع موجود، ولكنه ثمين جداً. ولكنني أظن أنها نوعية ممتازة جداً. هذه عالمية. يمكنني أن أتخيل كيف سيحسدنا الجميع عندما ندخل إلى الصف. لنذهب بسرعة، لأنني أريد أن أتفاخر بها أمام الجميع. يوجد هناك إيجابيات في فراقي مع فيوليتا، يمكنني أن أكل المعكرونة كما أريد. لقد حان الآن وقت التفاخر. نعم، لا تستعجلي، من الواضح أنه لا يوجد غير أليكس. فيوليتا، ما الذي تفعلينه هنا؟ بالمناسبة أنا أدرس هنا، ما هو الفرق لديك؟ نعم، أنا نسيت، أنت الآن لا تهمينني. ماذا تأكل مجدداً؟ أنت عمياء؟ أنا آكل ألذ معكرونة. أنت مسكين حقاً. هاي، انتبهي لكلماتك، يمكنني أن أنزعج من هذه الكلمات. لا يهمني هذا الأمر أبداً، إن لم تعد حبيبي هذا يعني أنك لا تعني لي شيئاً. أي فيوليتا، أظن أنك تجاوزت الحدود بشكل لا يطاق. اصمتي صوفي، أنا لا أتكلم معك نهائياً. أترين يا صوفي، إنها لا تحترم أصدقائها حتى. حقاً فيوليتا، أرجوك توقفي عن هذا. كيف تجرؤون على إلقاء الأوامر علي؟ أي فيوليتا، انتظري، إلى أين أنت ذاهبة؟ أظن أن الأمور قد ساءت كثيراً. سارة. هاي ستيف، يجب أن أتحدث معك. ألا ترى أنني مشغول؟ أنا أفهم، لكن ما الذي حصل؟ كل هذا بسبب سارة. كيف؟ فقد قمت بإعطائك جهازي المحمول. لكنك لن تتوقع ما قد حصل. عندما أعطيتها هاتفك رفضته وطلبت مني أن أجلب لها هاتفا مثل الذي تملكه فيوليتا. هذا أصبح كثيرا ولا يعقل. أجل، أنت محق، أظن أنه ليس أمامنا خيار سوى أن نفترق. أتعلم ماذا يا ستيف؟ هيا تكلم. أجل، انظر، أظن أن فتياتنا قد تجاوزوا حدودهم. إذن وماذا تقترح؟ ماذا يجب أن نفعل؟ لدي فكرة ما، لنذهب هيا، الحق بي. انتظرني يا أليكس.
فيوليتا، أما زلت منزعجة مني حقا؟ لا، فقد تثيرين غضبي. أنا فقط كنت أقول لك أنك قمت بتجاوز حدودك قليلا مع أليكس. بالضبط، من أنت لكي توجهين لي الأوامر يا صوفي؟ أي ألا تظنين أنك واثقة من نفسك كثيرا بشكل مبالغ فيه؟ لا أظن هذا أبدا. إذن أنا أظن أنه يجب علينا أن ننهي صداقتنا. تفضلي هيا، لا أريد صداقتك أبدا. مرحبا. أظن أنني وجدت فكرة جديدة. أوه مرحبا سارة، بإمكانك أن تجلسي مقابلي إذا أردت. غريب، لماذا يتعاملون معي بشكل جيد؟ لا تسمعي منها، اجلسي بقربي سارة. هذا غريب جدا يا فتيات. إذن ماذا ستجلسين بقربي؟ عذرا صوفي، أريد الجلوس بقربي فياليتا. ها نحن ذا. سارة، نحن الآن أصبحنا أفضل الأصدقاء. حقاً ما تقولين؟ نعم، بالمناسبة غداً سنذهب ونشتري لك جهازاً محمولاً. أوه رائع، ولكن أنا لدي واحد. لا تعرفينني، أستطيع أن أشتري لك واحداً مثل الذي لدي. أنت غبية جداً فياليتا، حقاً أنت صديقتي المفضلة. بالمناسبة، أتريدين الذهاب لنأكل؟ بكل سرور، هيا بنا. أليكس، أتظن حقاً أن هذه الفكرة رائعة؟ ألا تريد الانتقام من سارة؟ بالطبع أريد. ماذا يريدون أن يفعلوا هؤلاء؟ إذن إلحق بي. لقد فعلتها. ممتاز، لقد عاقبناهم، الآن يجب أن نذهب من غير أن يرونا. قولوا لي، ما الذي يحدث هنا الآن؟ صوفي، نحن... لا تقلقوا، لن أخبر عنكم. حقاً؟ شكراً جزيلاً لك. ولما أصبحت طيبة بهذا الشكل الآن؟ لن تصدق، أنا أيضاً لقد تشاجرت مع فيوليتا. حسناً، لنذهب، لكن من دون أن ترانا. أين هم الآن؟ في الحقيقة أنا مرتعب حقاً. لا تقلق يا ستيف، سارة وفيوليتا سيكونان هنا خلال 1، 2، 3. ها أنتم هنا؟ اعترفوا أنتم من سرقتم أجهزتنا أم لا؟ أتعتقدون أننا سوف نخبركم شيئاً عن هذا؟ هذا لا يهم أبداً، سوف أطلب لنا أجهزة جديدة. أجيد أنه لدي جهازاً آخر. واثقة من نفسها. ماذا؟ فياليتا، ما الذي حدث؟ أين اختفت نقودي؟ إنها كانت هنا. أليكس، إنه أنت من قام بهذا. لا، لم أكن لأقول ذلك. هيا اعترف، أنت من قام بسرقة كل أموالي من البطاقة. في حقيقة الأمر لا، لكن قبل أن نفترق عن بعضنا، لقد قمت بتفحص جهازك المحمول ورأيت أنه لم يتبقى لديك أموال، قررت تعليمك درسا. غير معقول أليكس، أنت رائع بالفعل. لا بأس، سوف تكسب فياليتا الكثير من المال أيضا، وستكون أمورنا ممتازة. لا لا لا. ماذا حدث؟ لماذا أنت قلقة هكذا؟ لقد أخذ مني كل نقودي، حصلت عليها من أقربائي وقمت بصرفها جميعها، لم يبقى لدي شيئا. يا لك من فتاة غبية. هذا يعني أنك عدت فقيرة مجددا؟ هذا ما كنت أظنه. وبالمناسبة فيوليتا، أتذكرين من طلب منك أن توفري نقودك؟ اصمتوا، أنتم تثيرون غضبي كثيرا.